السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم واحد الشوربة اللي كتجي أكثر من رائعة، نتمناكم تجربوها. بالنسبة للمقادير ديال هاد الشوربة أو لاسوب، عندنا إطرو ديال مرق الدجاج، عندنا جوج قرعات خضرين اللي قطعناهم مربعات صغار أو 100 غرام ديال القرعة خضراء، عندنا 100 غرام ديال اللوبيا خضراء اللي نقيناها حتى هي على هذا الشكل، وعندنا شويه ديال زيت الزيتون، وعندنا 100 غرام ديال لي زيبيناغ او الصبانخ اللي نقيناهم وغسلناهم مزيان وحيدنا منهم لي تيش وقطعناهم، تما ما نقطعوهمش بحال الربيع يعني كنخليهم شويه غلاض. وعندنا اللوبيا معلبه، لوبيا حمراء اللي صفيناها وغسلناها مزيان من هذيك الماء ديالها. ثم يمكن لكم لما عندكم شهاديت يمكن لكم تعوضوها باللوبيا طريه، راه كتباع حتى هي حمراء طريه، ديروها في الاول يعني طيبوها في الاول ملي تقليو البصله والجزر ترميوها. وعندنا بصله مشلضه، وعندنا جوج جزرات اللي قطعناهم مربعات صغار، وعندنا مطيشه اللي قطعناها نقيناها وقطعناها حتى هي مربعات صغار، عندنا ثومه، وعندنا ورق الرند او ورق موسى، وعندنا شويه الملح وشويه الفلفل الاسود او الابزار، وعندنا لي بات على هذا الشكل جوج ملاعق كبار، وعندنا لي فيرب ايطاليان اللي المكونات ديالهم كيتكونوا من الطماطم مجففه وثوم مجفف، فلفل احمر، فلفل اخضر، زعتر، بصل مجفف، مردقوش، بابريكا، حبق مجفف، فلفل اسود، زيت الزيتون البكر. هادو هما المكونات ديال هاد لي فيرب ايطاليان. ما كنديروش توابل، كنديرو غير هاد لي زيرب. بصفه عامه الشربات ولي سوب ما كنديروش فيهم توابل، الفلفل الاسود والملح وعندنا مرق الدجاج، اطرو ديال مرق الدجاج، وعندنا زيت الزيتون. كناخد واحد الطنجره اللي كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، وكندير البصله ديالنا، وكندير الثومه ديالنا، وكندير الثومه ديالنا، كندير شويه الملحه وشويه الفلفل الاسود، وكنقلب مزيان هاد البصله، خاصها تقلب مزيان بالجينه لذيذه، سير بالجينه لاصوص لذيذه وزوينه هو نقليو الخضار باش كتجي زوينه، هذا هو السر باش كتجي لذيذه. بعد ما تقلات لينا البصله دابا غنزيد الجزر، وغادي نشحرو حتى هو. غنزيد جوج اوراق الرند، بس قلل لينا الجزر دابا غنزيد اللوبيا خضراء. غنزيد لي زيرب ايطاليان، هذا هو الشكل ديالهم. غنزيد الطماطم ديالنا،
بالنسبه للكورجيت واللوبيا ولي زيبينا غنخليهم اخر مرحله حيت دغيا تيطيبوا. غنمهل البوطه ونسد عليه الطنجره ونخليه يتقلى شويه. بعد ما تقلات لينا الخضر ديالنا تقريبا اللوبيا بحال طابت نص طيبه. دابا غادي نزيدو الكورجيت عرفتي لذيذه بحال شي بحال شي مرقه الله يلا. غنزيدو لا كورجيت وغنزيدو لي زيبينار. نخليو اللوبيا اخر مرحله اللوبيا الحمراء. غنزيد شويه ديال هاد لي زيرب ايطاليان. بالنسبه لهاد لي زيرب راه موجودين في لي غروند سيرفاس كيعطي واحد اللذه زوينه لي سوب. بعد ما تقلات لينا الخضر ديالنا تقريبا طابت نص طيبه. دابا غنزيدو مرق الدجاج. دابا غنبلو بمرق الدجاج. صافي غنسدو عليه وغنخليوه يطيب. بعد ما طابت لينا الشوربه دابا غنزيد الشعريه ديالنا وغنزيد اللوبيا الحمراء ديالنا وغادي نخليها شويه قبل ما طابت هذيك الشعريه ونطفيو عليها. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا اللي كتجي اكثر من رائعه. نتمنى لكم تجربوها كتجي لذيذه بزاف. قدمتها مع خبز اللي دهنته بالجبن كريمي ودرت عليه شويه ديال الاعشاب ايطاليا ودرت عليه شويه ديال الربيع.